بهذا الفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن الملابس أو التنسيقات الحلوة حق هذا النوع من الجسم. طبعاً كل فيديو أقول إذا عرفنا نلبس صح أو إذا عرفنا التنسيقات اللي اخترناها صحيحة حق جسمنا راح نكون إحنا مرتاحين وعندنا ثقة بنفسنا ونعطي أكثر. إذا أول مرة تدخلون حق هذا الفيديو مو عارفين أنا شنو أتكلم أو مو عارفين شنو هو شكل جسمكم فسويت لكم هذا الفيديو، روحوا شوفوه وعلمتكم بهذا الفيديو طريقة القياسات الصحيحة اللي تاخذونها علشان تشوفون شكل جسمكم، أي شكل من الأشكال الخمس الأساسية لأشكال الجسم. طبعا أشكال الجسم كلش هواية، بس صنفوها إلى أقرب شيء، قلصوها إلى خمس أشكال ممكن يكون شكل جسمك نوع واحد من هذه الأجسام أو ممكن يكون بين اثنين، فمو بالضروري إنه يكون شكل جسمك بالضبط عند شكل معين، وأكيد أشكالنا تتغير مع الوقت، مع إذا أكلنا زاد الوزن، مع العمر أكيد شكل الجسم يتغير. أول شيء خلينا نشوف شنو هو جسم الساعة. جسم الساعة اللي هو تكون قياس محيط الأكتاف هو نفسه قياس الحوض، مع يكون الخصر كلش صغير تقريبا 8 إنش أصغر من الأكتاف. هذا الجسم يعتبر من الأجسام المتساوية المتناسقة هو وجسم المستطيل، لكن الفرق بينه وبين جسم المستطيل إن جسم الساعة الرملية فيه خصر، أما جسم المستطيل ما فيه خصر. راح أقولكم على بعض المشاهير اللي عندهم هذا الجسم علشان تشوفون تنسيقاتهم للملابس، تشوفون شنو حلو عليهم وشنو مو حلو عليهم علشان ما تشترونه وتوفرون. راح أعطيكم مثل نجوى كرم صاحبة الساعة الرملية، عندنا سلمى حايك بعد جسمها جسم الساعة الرملية. الحين راح تقولوا لي كيم، لا كيم كارداشيان وخواتها هذيلة من الجسم الكمثرى لان تركيز الدهون عندهم اكثر بمنطقة الحوض، بس مرات يصنفونهم يعني بين هالجسمين، مرات يقولهم انهم جسم كمثرى ومرات يقولهم انهم جسم الساعة. طبعا لاصحاب جسم الساعة اهم شيء واحلى شيء هو الخصر، فلازم تبينونه، تلبسون اي شيء بحزام، اي شيء بلف سواء كان جاكيت او فستان، هي طريقة هذا اللف بي، ابتعدوا كل البعد انكم تلبسون اشياء ضيقه كلش على الجسم، خصوصا اذا كانوا وحده عندها وزن زايد، يبين الاماكن اللي فيها دهون اكثر، وابتعدوا بعد عن الاشياء اللي وايد وايد عريضه لانها راح تبينكم اسمان، فخليكم بالوسط. طبعا التيشيرتات هنا وين الرقبه حلوه لحرف الفي او هو الرقم 7 تلبسونها، تجربوا الرقبه الهاي نيك، فعلشان اذا حبيتوا تلبسون الهاي نيك ممكن تحطون هنا عقد كبير، فالنظر او جذب النظر انتباهها راح يكون على العقد مو على الرقبه. طبعا وايد حلو انكم تلبسون التيشيرتات او البلوزه البامبلم اللي هي تجي شلون ضيقه او شوي ستريت وبعدين منفوشه من تحت، هاي كلش حلوه. طبعا الجاكيتات اذا تلبسونها حلوه، قياس او طول الجاكيتات يكون لين الحوض، ما يكون اصغر ولا يكون وايد طويله علشان احنا نريد نبرز طول الرجلين. طبعا اكيد اذا تبون تلبسون شيء طويل حلو انكم تلبسون مثلا جاكيت كلش طويل من البدايه للنهايه، هم بعد وايد حلو. نجي للقسم السفلي اللي هو شنو راح نلبس من تنانير ومن بنطلونات. طبعا حلو الجيزه تلبسونه اللي هو الهاي ويست، الهاي ويست مصمم حق البنات اللي جسمهم جسم الكمثرى واللي جسمهم جسم الساعه، لانه يكون هو عريض والهاي ويست من فوق يكون ضيق. مو حلو تلبسون اللي هو اللو ويست لان اللو ويست راح يصير خط ويكون عند الاعرض منطقه بالحوض فيبين الحجم كلش كبير. السكيني جينز، الجينز الضيق هم حلو، حلو يعني حق الوحده اللي مو وايد وزنها كثير لان راح يبين نسبه الدهون الموجوده اللي احنا نحاول ان نخفيها. حلو بعد التنانير اللي تلبسونها، تنانير تكون الهاي ويست بعد المرتفعه مع حزام يعطي يبين الخصر. حلوه اذا ما تردون الانحناءات اللي تبين بالجسم هو البنسل، التنوره الضيقه من فوق لتحت هم كلش حلوه تبين الانحناءات، لكن اذا ما حابين تبينونها ممكن تلبسون الاي لاين، التنوره اللي جايه ضيقه من فوق وتجي عريضه من تحت. طبعا نجي للاكسسوارات الفوق، حلو انكم تلبسون تراشي كبيره عشان تشدون الانتباه حق الوجه. من الاكسسوارات المهمه بعد اللي هو الحزام، بس الحزام اللي يكون ضيق على الخصر هم كلش حلو. حلو بعد تلبسون الشوز اللي هو فيه بوز طويل، ودائما انصح حلو الشوز تلبسونه يكون مثل لون الجلد اللي هو البيج، هاي الالوان الخفيفه على مود تبين زياده بالطول، حتى الوحده القصيره اذا حابه انها تبين طويله فحلو انها تروح عند الشوزات اللي الوانها كلش فاتحه، البيج البني الفاتح، الالوان هي مثل الوان الجلد على مود شنو ما يعطي فاصل بين الحذاء وبين الملابس انه هذا لون وهذا لون فيعطي قصر، لا هيك يعطي
طول. فبالنهاية هذا الجسم هو جسم متناسق من فوق لتحت، سواء كان من الأكتاف للحوض للخصر، وإذا كان كنتوا من الأجسام الضعيفة فتلبسون اللي تردونه. أما اللي عندها الوزن الزائد هي تحاول تغطي المناطق اللي فيها الدهنية، تكون هي فوق وتكون تحت، وحتى لو كانت سمينة يكون عندها خصر. بالنهاية لبسوا اللي يريحكم واللي تشوفونه مناسب لكم. هاي مجرد نصائح بسيطة قاعدة أقدمها لأصحاب جسم الساعة الرملية. أهم شيء اللبسة أو القطعة اللي تختارونها تكونون حابينها ومرتاحين بيها، عشان تزيد ثقتكم بنفسكم وتقدرون تقدمون أكثر وأكثر. إذا حابين تشوفون باقي الفيديوهات اللي هي شنو راح ننسق ملابس للأجسام الثانية، فلا تنسونكم تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه وشاركوا هذا الفيديو مع صديقاتكم. وهم أذكركم لا تنسونكم تروحون على الفيديو هذا اللي هو شلون تعرفون شكل جسمكم وشلون تاخذون القياسات ومن هم المشاهير اللي نفس هاي الأشكال. أشوفكم على خير بفيديوهات قادمة. كانت معاكم زهرة، مع السلامة.